السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي أخبار وثقافة، سعداء بلقياكم في جلسة جديدة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح وعطل سعيدة بالنسبة للناس اللي عندهم العطل. لازالت تداعيات اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية بصحرائنا الحبيبة، لا زال النظام الجزائري يحتج ويحاول تراجع فرنسا عن هذا القرار المنطقي السليم. فالجزائر بعد تهديدها بسحب السفير الجزائري من باريس تتراجع في خطابها وتقول أنها لم تسحب السفير وإنما خففت من التمثيل الدبلوماسي. السعطاف كان خرج وانتقد موقف فرنسا واعتبره أمرا خطيرا حسب زعمه ويعيق إيجاد حل سلمي، وهناك خطوات ستتخذها الجزائر لمعاكسة وللاحتجاج على فرنسا بتبنيها للطرح المغربي الذي يعتبر أن الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية هو الحل الوحيد والمقبول تحت السيادة المغربية. وقال كسيدي بلي السيد الرئيس الفرنسي ماكرون خبر السيد عبد المجيد عندما كانت مجموعة السبع الصناعية مجتمعة، وقد استدعي السيد الرئيس الجزائري إلى ذلك إلى اللقاء العالمي، وأخبره ماكرون بأن فرنسا ستتخذ قرارا بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، ولكن الرئيس الجزائري حسب زعمهم رفض هذا الطرح. إذن بعد إسبانيا واللي كان فيها نفس السفير اللي راه في باريس سي موسى وسحباته الجزائر من إسبانيا من مدريد لتنقله إلى باريس باش يجيب ربما هذا السفير فال سعد المغاربة رغم معاكسته مع معروف بمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة، ولكن من تقل باريس عاود اعترفت باريس بالسيادة المغربية على الصحراء. ونتمنى إن شاء الله باش ينتقل لبريطانيا حتى نسمع أخبار بريطانيا وهي تعترف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. المهم هو أن الجزائر لا هم لها إلا الحديث عن هذا المشكل الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء. الجزائر في الحقيقة لو كانت دولة قومية تراعي لمشاعر المسلمين ومشاعر العرب، فالظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية، الظروف المفصلية خاصة بعد اغتيال زعيم ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية، وبعض الضربات الموجعة التي تتلقاها الأمة العربية والإسلامية، لكانت الجزائر ولا أقول الجزائر فقط، لكانت كل الدول العربية تركت خلافاتها جانبا لتتفرغ كلها إلى القضية الأولى، قضية فلسطين، قضية القدس الشريف. ولكن الجزائر وهذا الشيء واقع من غير تنديدها بمقتل هنية لم تقدم جديدا ولم تقدم أي دليل يدل على موقفها الذي تتبناه وتتبجع به مع القضية الفلسطينية. المهم هي هدفها هو المغرب، لأنها تعتبر أن اعتراف كل الدول بالصحراء المغربية في الحقيقة الجزائر كتقول لك سيدي هي مع طرح القانوني والطرح الأممي لهذا القضية. إيوا ما دامت الجزائر ترى العديد من الدول تعترف بمغربية الصحراء، وبما أنها هي تعتقد أو تريد
أن تقنع الآخرين أنها بلد محايد، تقنع من لا يرى الحقيقة، لأن الحقيقة الآن أصبحت واضحة جلية بأن الجزائر طرف رئيسي، بل هو صانع هذا المشكل. لذلك كما يقولوا سقط القناع وظهرت الحقيقة للعيان، وأصبح المشكل هو مشكل جزائري مغربي، كما كنا دائما نقول أن مشكل جزائري مغربي، أما أبناء الجنوب الذين غرر بهم فيمكنهم العودة إلى وطنهم، فالوطن الغفور الرحيم كما قال المرحوم الحسن الثاني، والعديد من زعمائهم عادوا واندمجوا وانخرطوا في النهضة التنموية التي تعرفها بلادنا في الأقاليم الجنوبية كباقي الوطن من طنجة للقوير. إذن نتمنى من الشقيقة الجزائر، وهي ترى أن العديد من الدول تعترف بالسيادة المغربية، وهذا حق تاريخي لا يمكن إنكاره، وهي ترى هذه الدول، فعليها هي الأخرى إن كانت فعلا تدعي أنها مع الطرح الأممي والطرح الدولي، فها هي كل الدول تريد الاعتراف بمغربية الصحراء، فما عليها إن كانت كما تدعي نيتها حسنة وتريد الطرح الأممي، فما عليها إلا أن تعترف بمغربية الصحراء وننهي هذا المشكل ونفتح مجالا أوسع للتعاون والتآزر والتشارك بين شعوب شمال إفريقيا، بدل هذا التطاحن الذي لا يخدم لا اقتصادا اقتصاد المنطقة ولا سياستها ولا أي شيء، لأن الاندماج سيقوي وسيرفع من الدخل القومي للمنطقة ولشعوب المنطقة التي تعاني وتهجر في قوارب الموت. فهل الجزائر كدولة بترولية والغاز والمعادن أبناؤها يفرون إلى الضفة الشمالية هربا من الجزائر؟ وهالمرة على ما سمعنا أن بعض اللاعبين الأولمبيين اللي مشوا في البعثة الجزائرية فروا إلى باريس بدل العودة إلى بلدي. المهم الجزائر، ولكن الجزائر لا تتوقف عن معاكسة المغرب. بعد ذلك أرسلت الجزائر دميتها غالي ليحضر احتفالات تنصيب الرئيس الموريتاني، ولكن الذي أعجبني هو أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية حاضر. فنحن دائما ضد المقعد الفارغ أو الانسحاب من في مثل هذه المناسبات التي تحاول الجزائر اصطياد هذه الأخطاء التي قد نقع فيها وقد تقع فيها الدبلوماسية المغربية. والحمد لله الدبلوماسية المغربية بفضل التوجيهات الملكية تسير على أحسن ما يرام، ونتمنى إن شاء الله مزيدا من التوفيق، لأن الجزائر أصبحت كل مناسبة كتحرج الدول وكتصيفط لهم الدمية ديالها في أي احتفالات كيفما كانت. ولكن رغم ذلك نقول للشقيقة موريتانيا لا تسقط في فخ النظام الجزائري الذي يريد أن يشتري بعض المواقف بعد الهزائم الدبلوماسية التي تعرض لها، هزائم الدبلوماسية التي تعرض لها في الخارطة إسبانيا فرنسا ألمانيا والعديد من الدول التي اعترفت بالسيادة المغربية والتي فتحت قنصليات لها بصحرائنا الحبيبة بالعيون الداخلة، وكذلك بالموقف المشرف والقومي الذي نفتخر به بالدول العربية وخاصة دول الخليج بدعمها القوي للوحدة الترابية للمملكة المغربية. كل هذه الهزائم تجعله يخبط خبط عشواء من أجل البحث عن أي شيء يرد له ماء الوجه كما يقال. ننتقل كذلك على بعض الأنباء اللي تحدث عن قيام بعض ميليشيات البوليزاريو بحفر خنادق
في المنطقة العازلة من أجل تجاوز الجدار الأمني، يعني الخنادق، من أجل الخروج، شق الجدار، من أجل الاحتكاك بقواتنا المسلحة الملكية البطلة التي تقوم بدورها بحرفية وبشجاعة وبوطنية صادقة. وتحققوا هذه الأعمال ديال حفر خنادق على ما تحدثت بعض وكالة الأنباء تأتي من دعم من حزب الله، حزب الله اللبناني الشيعي، يحاول إدخال هذه سياسة الأنفاق المتواجدة في الشرق الأوسط إلى المناطق المغربية، أولا من أجل مهاجمة القوات المسلحة الملكية، وكذلك من تفادي الضربات الموجعة والمدمرة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية، وخاصة سلاح الجو سواء الدرونات أو السلاح الجوي بصفة عامة، التي تقوم بتدمير كل تحركات المرتزقة في المنطقة العازلة. كذلك اليوم نعيش انتظار اللقاء الكبير الذي سيجمع، ننتقل رياضيا، الذي سيجمع بين الفريق الوطني المغربي ونظيره الإسباني في باريس. الفريق الوطني المغربي يصل إلى نصف النهاية، وهذا مشرف، وهذا يدل على أن المغرب يعني كون فرق رياضية في المستوى العالي والتي أصبحت تنافس دول كبرى، خاصة بعد الانتصارات على كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، وكذلك على العراق الشقيقة، وهي انتصارات أهلت الفريق الأولمبي المغربي بنجوم شباب إلى دور نصف النهائي. تمنى إن شاء الله نمشيو للنهاية، ولما الفوز بالميدالية الذهبية في الملتقى العالمي، وهذا أول مرة يوصل فريق عربي إلى نصف النهاية ديال الألعاب الأولمبية. فهنيئا لأسود أطلس، وهذا الشيء كيشرف المغاربة وكيشرف العرب جميعا. تمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح لجميع متتبعي أخبار وثقافة، وتمنى إن شاء الله باش تشجعنا بالانخراط والتعليقات والانتقادات، ونتمنى لكم عطلة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.